مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا. السلام عليكم أحبائي حبيباتي أصدقائي صديقاتي كل متابعي القناة ديالي. اليوم غادي نشارككم الفطور ديالي. كما كتشوفوا فطور عادي، فيه درت فيه بيتزا، درت فيه الشوسون، لحم بالبرقوق، وكملتو بالتحلية. وبلا ما نطول عليكم الآن ندخلوا للمطبخ ونشوف المقادير وكيفاش عملت الفطور ديالي. وإلى المطبخ وإلى طريقة التحضير. اولا وقبل كل شيء غنبداو بالحريره، ضروري تكون في الطاوله ديال رمضان. عندنا الربيع، البصله، ومطيشه، وكرافس. من بعد ما درناها اللحم يطيب غادي الكرافس نخليهم حتى الاخر عاد نديرهم. وغادي نوريكم واحد الطريقه سهله دغيا كتوجدوا الحريره وتقدروا توجدوا حوايج اخرين. غادي ديروا الربيع في الكاس، تزيدوا معها البصل، وتزيدوا معها مطيشة، صافي. وكديروها كتطحن مع الماء دغيا كتسر بكم ودغيا كتوجدوا الحريرة وكتجي زوينة ورائعة. هانتوما من بعد ما طيبناها نص طيبة غادي نزيد لها العدس. كل واحد شنو يزيد، كاين اللي يزيد العدس، كاين اللي يزيد الشربة، كاين اللي يزيد الروز، كل واحد شنو يدير. وهذه الخميره البلديه كتجي زوينه وكتعطي واحد الحموضه زوينه في الحريره. صافي ندوروها بحال هكا الطريقه. ومن بعد كنديروا نزيد الكرافس وكنزيد عليها الكرويه، كتجي لذيذه واحد الرائحه زوينه. الكرافس كندير حتى الاخر باش ما يمررهاليش. ودابا نمروا البريوات بالدجاج. غنطيبوا الدجاج بحال اللي كنطيبوا عادي بالعطريه ديالنا. اللي بغى يدير دجاجه يديرها، اللي بغى يكتفي بنص دجاجه يكتفي بنص دجاجه. حنا ماشي بزاف، يعني نص دجاجه راه كتكفينا. غنديروا تخيط وصدر، صافي. وكنطيبوهم مع العطريه اللي مداري ديما ديروها سكينجبير، الابزار والمليحه والخرقوم. صافي غادي نكتفي بهذا الشيء. وغادي نزيد شويه، ندافع عليهم شويه زيت الزيتون. اللي بغى يدير السمن ولا كنور يدير، كل واحد والاضافات اللي كيبغي يسمن بها. انا ما بغيتش نكثر المنسمات بزاف، كنبغي ندير داكشي طبيعي. ودابا غادي نشحروا مزيان داك الدجاج اللي عندنا مع البصله حتى كتدبال لينا. كنشوفوها دبالت لينا شويه، عاد كنسدو على الكوكوط. صافي كنبقاو نحركو بهذه الطريقه، تقليوها مزيان مزيان حتى كتدبل لينا ديك البصله، حيت حنا حاجتنا في ديك البصله. من بعد غادي نضربوها مع شويه د البيض في الاخر باش نعمر الحشوه ديالنا. ودابا من بعد ما الدجاج طاب لينا غادي نفرتوه ونحيدوا له العظيمات. وكما قلت لكم هذيك البصله اللي بقات لينا في الكوكوط غادي نديرو ثلاث بيضات هما اللي درت انا. كتقلب ضربوهم بالزربه صافي. وكتخلطوهم مع هاد الدجاج وتحمروا بهم البريوات. البريوات كيجيو مالحين، ما كيجيوش حلوين بحال البسطيله، وكيجيو لذاذ. الا جربتوهم ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم، تبقاو ديما ديروهم. صافي وكن تحضوا راسكم مزيان، ما تحاولوا ما ديروش العظام في هذا الدجاج. تحاولوا تحيدوا كاع دوك العظيمات الصغار باش ما يبقاوش لينا في العظيمات. الدجاج راه سخون هنايا. من بعد غادي نمروا الورقه ديالنا، غنجبدها. هاد الورقه راه درتها غير انا، او بصراحه اول مره نطيبها. درتها في المقله ديال الطيفال، كنت
ديروا غير الطحين والماء وكتبقاو ديروا بحد البانسو في المقلاه تكون مقلوبه، المقلاه تكون نوعيه جيده باش كتصدق ليكم. صافي المهم ها هي كنقطع فيها بحال هكا، تقطعوها هكا طويله. الصراحه صورت بالزربه، بغيت نشارك معكم الفطور ديالي والمراحل كاع اللي مريت بها، ولكن صعيبه انك تصوري وتخدمي في نفس الوقت، ورا نقصت من بزاف من الفيديو باش ما يجيش طويل وممل. صافي وكنجيبوا الحشوه ديالنا من بعد ما سرحنا بهذه الطريقه. كنحطوها هكا في الوسط وكتبقاو تدور تقلبوا فيها هكا. هما البريوات ديالنا من بعد ما دخلناهم للفران، الصراحه ما كنبغيش نقليهم، كنبغي نديرهم في الفران وكيجيو مقرملين ومقرمشين، يعني خاصكم تجربوا هذه الوصفه. والان هذه العجينه ديالنا ديال البيتزا، درت فيها الزعتر وشويه زيت العود وشويه الخماره ديال الحلوى وشويه مليحه وبيضه، وخليتها هنايا ترتاح باش غادي ندير بها البيتزا ولي شوسون في نفس الوقت. وهنا المرو لي كريب ديالنا اللي راني درتهم معكم ديجا في القناه ديالي، فيهم نص يطرو حليب، الا جاكم الطحين ثقيل ولا جاكم ثقال زيدوا فيهم الحليب مع بيضه، واللي بغى يدير جوج بيضات وفانيا وجوج معالق السكر. صافي هذا هو الخليط وكتطحنوه، الا جاكم ثقيل زيدوا الحليب خفوه، جاكم خفيف زيدوا شويه الطحين. والان نمروا للحم، درت اللحم هكا بالبرقوق، غادي نطيبوا اللحم ديالنا، درت فيه الابزار وسكينجبير وفلفل احمر. صافي ما كثرتش فيه العطريه، مع رمضان ما العطريه ما تجيش بزاف، يعني غير سكينجبير والابزار والخرقوم ومليحه. صافي وخليته كيتشحر في البصله ونقصت عليه مزيان، خليته كيطيب في نار مهيله بزاف بزاف، يعني باش يجي فتي ويجي رطب وكيعطي واحد الدغميره زوينه ولذيذه. صافي وضفت عليه زيت الزيتون، صافي وشحرته وخليته كيطيب، ومروا الحاجه اخرى عاوتاني باش ما نضيعش الوقت. جبت دابا العجينه ديالي، درت دوائر، هذوك الدوائر في نفس الوقت كندير بهم بيتزا وفي نفس الوقت لي شوسون. وعندي هنايا العماره عباره عن جزر محكوك وقرعه محكوكه زائد الطون، مع هاد الطون والزيتون ولاصوص. هانتوما شوفوا خلطه كتجي رائعه، يعني حشوه لذيذه ومفيده في نفس الوقت، فيها خضر وكتجي لذيذه مع داك الزيتون كيعطي واحد الطيبه ديالو زوينه فيها. وهنا عندي الدوائر ديالي دخلتهم هما باش يطيبوا شويه في الفرن، ثقبتهم بالفرشيطه ولاصوص، ما طيبتش لاصوص دابا، درت غير كيتشوب. صافي ودرت فيهم كاملين باش ما نضيعش الوقت، كنوريكم الطريقه ديالي انا كيفاش نوجد الفطور باش ما نضيعش الوقت. صافي ودرت فيهم الطون والفرماج الجبن، يعني البيتزا كتبغي الجبن والزيتون، وحكيت عليهم الزعتر. لي شوسون كذلك دهنوهم بالحليب او البيض بالفوق او الزبده، وتزيدوا عليهم شويه ديال الفرماج وتخشيهم في الفرن، كيجيو لذاد ورائعين. وهي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت، هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه وزاله. والصراحه العجينه ديروا فيها الزعتر وزيت الزيتون ما غتندموش، غادي تجيكم رائعه العجينه صراحه ديالها، احسن من هذيك اللي كنشريوها من الزنقه. صافي وهي البيتزا بعد ما طابت لنا. دابا غنمروا للتحليه، وهي عباره عن نصف لتر ديال الحليب وزدت معاه جوج معالق ديال النشا، وزدت معاه اون فاني. صافي بداو تحركوا، بغي هذه باناكوتا ومنطوم وجات بحال المهلبيه حيت فيها نشا الذره، ودرت فيها الزهر، درت فيها الزهر ما درتش فيها لافاني، درت فيها الزهر، جات زوينه عطات واحد الريحه زوينه. صافي وكتبقاو تحركوا، ملي كتشوفوها عقدت لكم كتحطوها هكا في الزليفات
وتخليو شويه ديال ليسباس باش تلقاو فين تزيدو الفريز ديالنا. ها هو الفريز من بعد ما طحنتو، ها هو مطحون، كديروا له جوج معالق السكر وديروا له بكيه ديال الايديال ديال الفريز، كتعطي واحد النسمه هائله وكتخليه مجموع صافي. وكتبقاو تدوروا هكا في نفس الكاسرون اللي درت فيها النشا الذره والحليب المهلبيه، هو اللي درت فيه هو اللي كندير فيه هذا الفريز. كتبقاو تحركوا هكا، كتشوف الكاو شويه بدا كيغلي كتشدوه وكتخويوه على ها هو البرقوق ديالنا كيطيب ولي كريب هما. ودرت له على شكل هلال، هي باناكوتا ديالنا جات رائعه. والعصير حتى هو درت فيه الفراوله والليمون، صراحه كيجي رائع، مزيج جميل من بين الفريز والليمون وزدت معاهم خوخه، بجي لذيذ ورائع. نتمنى يعجبكم الفطور ديالي، و يعني هاد السرعه اللي درتها وهاد يعني باش قدرت نوجد كل شيء يعني قبل المغرب، وشاركتكم الفطور ديالي. ونتمنى تعجبكم هاد الحلقه، وما تنساوش تكتبوا لي في الكومنتير وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى وصفه اخرى وفيديو اخر، والى اللقاء.